انطباع طويل للسادة الحضور الكريم. سيد شنيبة قسمية عضو المجلس الشعبي الولائي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الجمعية التي نعرف عنها كثير الكثير في مجال القرآن، في مجال القرآن، في مجال الدعوة، في مجال الحفظ أبنائنا وبناتنا على الحفظ القرآن الكريم. هذه الجمعية التي شاركنا معها عدة سنوات وعدة مرات، وهي نشطة كرئيسها الذي دائما نرى فيه الخير للأبناء، وخاصة في الجانب الديني الذي نحتاجه أكثر. لذا نثمن كل مجهوداته التي يقوم بها عبر البلديات من خلالها نقول الدوائر. لذا نحن في المجلس الشعبي الولائي وخاصة ولجنة الشباب والشؤون الدينية للمجلس الشعبي الولائي، كما قال الزميل، فيه مبالغ تشجيعية وتدعيما لحفظ القرآن الكريم. والحمد لله رأت النور هذه المدارس القرآنية، واليوم هذه الحضور هذا اللي راح موجود، وخاصة كلم السيد رئيس الدائرة على الشباب اللي راح موجود أمامنا، وهذه البراعم التي تحفظ القرآن، فإنها مستقبل الأمة إن شاء الله. أنا باختصار شديد نقول للرئيس بارك الله فيك، خاصة رئيس الدائرة كذلك اللي نشكره دائما، وهو متواجد معنا دائما في كل اللقاءات، في كل اللقاءات الخيرية والتنموية والدينية وفي أي جانب من الجوانب، إلا أنه في الجانب الديني دائما يبادر. يعني نتكلم السيد رئيس الرابطة، وهي رابطة قرآنية والحمد لله، ولها بصمات كبيرة عبر تراب الولاية. نشكره على هذه اللقاءات اللي برمجها، ونظن بقوسين انا جيت الصباح هنا التسعه ما شفت حتى واحد، شفت الا الجيل نتاع القران العظيم والناس كلها، واهل القران الجماعه نيام واهل القران قعود قاعدين، والحمد لله هذه رحمه ربنا. نشكر سيد احمد بن قاسم رئيس اللجنه جزيل الشكر على البرمجه نتاعو هذه الدوره في مسعد، وهو مشكور. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.